أهلا بكم في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكبيسي. وألا هاشم، نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. قسم لا يعود لأن بيته لا زال مخربا، ليس لديه بيت. رئيس الوزراء يدعو العالم لدعم إعمار العراق ويؤكد مدننا مدمرة ومئات الآلاف نازحون. الفتح يحذر من نشاط بلاك ووتر في العراق ويتهم نوابا بالدفاع عن المصالح الأمريكية. أكثر من 6 ملايين عراقي يعملون بوظائف مزدوجة، والعمالة الأجنبية تفاقم البطالة. القوات المشتركة تطلق عملية عسكرية في الأنبار وفي صلاح الدين ونينوى لمطاردة فلول داعش. جدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي دعوته للمجتمع الدولي لدعم جهود الإعمار في العراق. وفي تصريح لوكالة الصحافة الألمانية، أكد عبد المهدي أن العراق قدم تضحيات كبيرة لمحاربة داعش نيابة عن العالم، ما يوجب على العالم تقديم الدعم اللازم له. العراق قدم تضحيات كبيرة لمحاربة داعش. العراق خسر ملايين من أبناء العراق، نساء، رجال، أطفال، ومن كافة الانتماءات. وأعتقد العراق بهزيمة داعش ساعد العالم وساعد أوروبا بالذات في التقليل من الهجرات وفي جعل العالم أكثر سلاما مما كان عليه في الأعوام الماضية. فالعراق يجب أن يدعم ويتم التعاون معه بشكل يختلف عن أن ترمى عليه المشاكل، ويجب أن يحل المشاكل، لكن الدول الأخرى يجب أن تتعاون بشكل متكامل لحل كل المشاكل وليس مشكلة واحدة، وإلا الكل سيخسر في هذه المعركة. العراق قدم من التضحيات الشيء الكثير. كما أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استمرار نزوح مئات آلاف المواطنين داخل البلاد لأسباب عدة، منها الدمار الشامل الذي لحق بمدنهم المحررة خلال المعارك مع تنظيم داعش. كان لدينا ملايين من النازحين، اليوم هناك عدة مئات من الآلاف خصوصا من الموصل. قسم لا يعود لأن بيته لا زال مخربا، ليس لديه بيت. قسم لا يعود مثلا لأن هناك ثارات، يعني هناك أمور بين عوائل واتهامات وإلى آخره. قسم وجد له مكان في المخيم، يعني لا يعتقد أن المكان الذي سيعود. وقسم هناك حاجات لوجستيكية يجب أن تتوفر، حاجات على الجميع، العراق والعالم، أن يساعد على توفيرها لكي تحل مسألة النازحين. وإلا كل المناطق الأخرى التي كان فيها عدد كبير من النازحين، مثلا في الأنبار، في صلاح الدين، في ديالة، معظمهم عادوا. بقيت لدينا مشكلة نينوى، لأن نينوى جرت فيها معارك شرسة، المدينة تدمرت، البنى التحتية تدمرت، لذلك عودة الناس تحتاج إلى لوجستيكيات وأعمال كبيرة. في الأثناء، اتهم قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل تنظيم العمال الكردستاني بارتكاب ممارسات تعسفية في القضاء
وبمنع عودة النازحين. وقال خليل إن الأوضاع في تنجار لا تسر عدوا ولا صديقا من خلال الممارسات غير الإنسانية التي يرتكبها البيكيكي الذي يتحكم في هذه المناطق وخاصة سنجار، داعيا الحكومة إلى ضرورة الاهتمام وتوفير الأمن في هذه المناطق وكذلك الاهتمام بالنازحين الأزيديين. نبقى في نينوى، حيث أعلن نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان علي الشمري أعلن إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة إنهاء ملف النزوح وإعادة النازحين من مخيمات المحافظة إلى مناطقهم، والتي تتمثل بمسك المناطق الحدودية والصحراوية من قبل القوات الأمنية، مشيرا إلى شمول النازحين بمبادرة الغذاء العالمي وتوزيع المنح المالية المخصصة لهم ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم. أطلقنا نداء لإعادة النازحين إلى مناطقهم وحل مشكلة المخيمات التي أصبحت مشكلة جدا كبيرة في العراق، وهذه المبادرة سوف تكون في مخيمات جنوب نينوى والتي عددها 13 مخيم، يعني تبدأ من المدرج إلى المخيم جدعة واحد إلى مخيم جدعة 6. أنجز أول مرحلة منها وهي مسك القوات الأمنية للشق الحدودي الذي يعزل الجزيرة عن محافظة نينوى، بالإضافة إلى منحهم المنح المالية المخصصة لهم وشمولهم ببرنامج الغذاء العالمي لفترة 6 أشهر. كل هذه سوف تقدم للحكومة العراقية، والتي يعني لاحظنا منها قبول وإيجابية إن شاء الله، والتي ستبدأ إن شاء الله في المرحلة المقبلة. في مخيم معسكر سعد يستقبل النازحون رمضانهم السادس وسط معاناة مستمرة من نقص الخدمات والحنين إلى البيت الأول. دخلوا عامهم السادس وهم يسكنون في هذا المكان هنا شرق مدينة بعقوبة، تستقبل العوائل النازحة شهر رمضان وسط معاناة مستمرة من نقص الخدمات ورداءة الحياة. مخيم معسكر سعد واحد من 4 مخيمات في محافظة ديالى لم يغلق ملف النازحين فيه، وهم ينتظرون وسط السجن الكبير الجهات المعنية للسماح لهم بالعودة إلى منازلهم. هذا رمضان السادس مر علينا وإحنا حاليا معسكر سعد مخيم سعد، وإن شاء الله إذا الله راد وبجود الخيرين نرجع لمناطقنا وبين أهلنا وناسنا ونرجع لبيوتنا، لأن تأذينا صار سادس سنة إحنا حاليا بالمخيمات وبالكرفانات، وتعرف بالنسبة للمواطن بين أهله وناسه ومنطقته بيته يختلف من مخيم ومحصور ومتقيد وخدماته تختلف. مجلس محافظة ديالى ومن خلال مخاطبات رسمية أكد رغبة 1000 عائلة بالعودة إلى ناحية السعدية وحدها، أما بقية العوائل فحالهم كحال هذه العوائل بانتظار التدقيق الأمني وإغلاق هذا الملف المعلق منذ 4 أعوام. الحقيقة تقدمنا بطلب ل يعني رغبة أكثر من 1000 عائلة بالعودة إلى مناطق سعدية، علما أنه مناطق سعدية لحد الآن ما زالت خارج هذه المناطق من المهجرين أكثر من 4000 عائلة فقط في ناحية السعدية، اليوم كلهم راغبين بالعودة إلى مناطقهم. أيضا عندنا مناطق أخرى في جلولاء وفي العظيم وفي شمال المقدادية بعض العوائل اللي تقترب من 10000 عائلة لحد الآن ما تمكنت من العودة لأسباب عديدة. رمضان خامس يمر على هذه الخيام وساكنيها الصائمين منذ نزوحهم، علهم يفطرون في يوم عيد بديارهم المحررة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. في أربيل أكد برلمان إقليم كردستان العراق أن الأحزاب الكردية ستقدم خلال اليومين المقبلين أسماء مرشحيها للمناصب في الحكومة الجديدة، وذلك بعد الاتفاق النهائي الذي جرى أمس في سليمانية بين الأحزاب الفائزة على تشكيل الكابينة الوزارية، بحسب مسؤول لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم ريبوار باكي. طبعا الاتفاق الذي عقد بين ديمقراطية الكردستان والاتحاد الوطني الكردستاني يوم أمس كان يتضمن بعدين، بعد
توحيد الرؤى السياسية للأحزاب التي أعلنت أنيتها في مشاركة في عملية تشكيل الكابينة الجديدة، الخروج ببرنامج سياسي يمثل وينعكس آراء هذه الأحزاب. البعد الثاني كان يتمثل في توزيع المناصب للأحزاب التي ستشارك في عملية تشكيل الكابينة الجديدة. يوم 4 لدينا جلسة بخصوص تصويت على مشروع تعديل قانون رئاسة أقليم كردستان والتفعيل هذه المؤسسة الهامة. هذا المشروع تم القراءة الأولى والثانية عليه، الآن هذا المشروع بصدد التصويت عليه. بعد التصويت على هذا المشروع سيفتح باب ترشيح لمن يرغب في ترشيح نفسه لرئاسة أقليم كردستان. هذا وقد حسمت الأحزاب الكردستانية الجدل المثار حول تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاقية تقاسم المناصب التي احتاجت 7 أشهر للتوصل للاتفاق النهائي بينها، فيما يجتمع برلمان الإقليم 4 المقبل لإعادة تفعيل منصب رئاسة الإقليم. المزيد في التقرير التالي. بعد 7 أشهر من المحادثات، تواصل قطباء إقليم كردستان الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني إلى اتفاق نهائي حول تشكيل حكومة الإقليم وتقاسم السلطة. وبحسب الاتفاق الأخير الذي شهدته مدينة السليمانية، سيتولى برلمان الإقليم تشكيل الحكومة على أن يتم انتخاب الرئيس أولا ضمن أولى الخطوات، وسيدعو الرئيس مرشح الكتلة الأكبر عددا لتشكيل الحكومة. بخشحالين بويك أمر رابقين دواي مويكي. بعد جولة طويلة وصعبة من المباحثات، جرى التوقيع والاتفاق رسميا مع الاتحاد الوطني، ونحن سعداء للوصول إلى خارطة طريق لتشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة. الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني وحركة التغيير جميعها أطراف فائزة بالانتخابات الأخيرة، ونتمنى أن يسعوا جميعا لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين كافة. أويك مهمة وخشحال بويك بلين. كتلة الحزب الديمقراطي أكدت تأييدها لأي مرشح يقدمه الاتحاد الوطني لتولي منصب رئاسة برلمان كردستان، مبينة أن هذا المنصب استحقاق للاتحاد، وأن الكتل والأحزاب في الإقليم عازمة على تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر المبارك. سنصوت لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس برلمان الإقليم، هذا المنصب استحقاق للاتحاد الوطني. نأمل أن نمرر مع باقي الكتل الأخرى قانون رئاسة الإقليم، وأن نتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كردستان قبل عيد الفطر. يضم مجلس وزراء الإقليم 24 منصبا، منها 19 وزيرا فعليا و3 وزراء إقليم. بلغت حصتي الاتحاد الوطني والتغيير منها 11 وزارة. وعلى الديمقراطي منح وزارات للمسيحيين والشيوعيين من الوزارات المتبقية، ليتبقى لديه 41% من المناصب فقط في حكومة كردستان المقبلة. معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل السيدة فيان صبري عضو مجلس النواب. مرحبا بك سيدة فيان. قائم مقام قضاء سنجار محمى خليل اتهم صراحة حزب العمال الكردستاني بمنع عودة النازحين إلى القضاء، ما هي إجراءاتكم في مجلس النواب لعودة النازحين لمناطقهم؟ مساء الخير، رمضان كريم على كل مشاهدي قناة الفلوجة، وعلى كل العراقيين، وعلى الأمة الإسلامية، وعلى جنابك الكريم. شكرا جزيلا. طبعا فعلا هو ملف إعادة النازحين ملف مهم جدا، ويعني هذا الملف حساس، لأنه فعلا لا زالت 5 سنوات مرت على النازحين في العراق، إذا كانوا في يعني من منطقة الشنغال أو من مناطق الأخرى، موجودين في داخل إقليم كردستان، وأيضا موجودين في يعني في العديد من مناطق العراق، ولكن بشكل عام هو موجودين أغلبهم في داخل إقليم كردستان. وهذا ملف حساس، وعلى يعني الحكومة العراقية اليوم أكيد بلا شك من خلال وزارة الهجرة والمهجرين الموجودة، ومن خلال أيضا الموازنة التي نحن يعني البرلمان العراقي صوت عليها، كانت هناك فقرات عديدة في داخل الموازنة ومواد بما يصب يعني الميزانية الخاصة بالنسبة لإعادة الإعمار، بالنسبة لمحافظة نينوى، بالنسبة للجانب الأيسر، بالنسبة لقضاء شنغال، بالنسبة بشكل عام يعني للمناطق المنكوبة والمناطق التي يعني تحتاج إلى إعادة الإعمار. أيضا كانت هناك بالفترة الأخيرة يعني مؤتمر في الكويت، أيضا كان للدول المانحة بالنسبة صحيح. لإعادة الإعمار.
أيضا كان هناك مؤتمر قمة في داخل في بغداد، وأيضا كان هناك الكثير من المداخلات على موضوع إعادة النازحين، وهذا الموضوع مهم، حيث إن لا بدون إعادة الإعمار لن تكون هناك يعني استقرار، وأكيد أيضا بدون أن يكون هناك يعني تطبيع للملف أيضا الأمني في داخل هذه المدن المنكوبة، وخاصة يعني قضاء شنغال وخروج هذه الميليشيات التي المتعددة التي يعني لديها الأسماء المتعددة، هذه كلها جميعا إذا ما خرج ستعيد الاستقرار وإلى المدينة، وبلا شك أيضا مع إعادة الإعمار يعني تكون هناك فرصة أمل كبيرة لرجوع النازحين ولرجوع الثقة بالمنطقة بأنه المنطقة يعني فيها قانون وفيها سيادة القانون وفيها إعادة الإعمار وفيها طيب. يعني منشآت هذا من جانب. أو إدارات حقيقية. نعم. طيب من جانب آخر، برلمان الإقليم أكد أن الأحزاب الكردية ستقدم خلال اليومين المقبلين أسماء المرشحين للكابينة الوزارية، هل تم فعلا حسم هذه الأسماء؟ وماذا عن وزارة العدل؟ يعني هذا الملف طبعا طال حقيقة وفعلا يؤثر على مجريات يعني سير أو الحكومة العراقية، يعني أكيد بلا شك يعني وجود أربع وزارات لا زالت يعني تمضي بالوكالة جزء منها، يعني وزارتين التي هي التربية وأيضا وزارة الأخرى التي هي يعني العدل، وأيضا الوزارات الأخرى أيضا يعني تجري بالوكالة، يعني هذا ليس مفضل وليس محبذ، ونحن أيضا يعني البرلمان العراقي نترقب وصول الأسماء إلى داخل البرلمان العراقي ولنرى ما هي الأسماء، أيضا قد تكون هناك بعض الأسماء التي هي يعني كانت موجودة سابقا، وقد يكون هناك أيضا أسماء أخرى، لأنه الآلية أن تكون هناك لكل منصب وزاري ثلاثة أسماء، وطبعا بالنهاية يعني يرجع القرار هو يعني الأسماء بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي، وأكيد بلا شك يعني يجب أن يكون هناك أيضا التوافق السياسي، وأعتقد في هذه الأيام الأخيرة سيكون هناك ويعني بوادرها إيجابية بأنه سيكون هناك اتفاق سياسي حول الأسماء، خاصة بالنسبة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع وأيضا بما يصب وزارة العدل أيضا. طيب الأحزاب الكردية حسمت الجدل حول تشكيل حكومة الإقليم، كيف تنظرين لاستمرارها بعد شد وجذب لمدة ما يقرب من 7 أشهر؟ يعني هذه العملية أيضا بالنسبة للحكومة العراقية بلا شك يعني لا زال كما قلنا ليست مستكملة، ولكن أيضا طبعا تشكيل حكومة إقليم كردستان أخذت الوقت الكثير، ونحن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعني كنا نتأمل طبعا بمشاركة الجميع، ولكن الحمد لله أثمرت هذه الجهود الطويلة وهذه المباحثات المطولة عن يعني اتفاق سياسي عميق ما بين حزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وأيضا كان سابقا هناك أيضا اتفاقا بين حزب الديمقراطي وبين حركة التغيير. نعم. والحمد لله وصلنا إلى يعني نقول إلى اللمسات الأخيرة، وفي يوم الأربعاء سوف يكون هناك التصويت على تفعيل مشروع يعني قانون تفعيل منصب رئاسة الإقليم، وأيضا بعدها سيتم يعني بعد أن تكون هناك طبعا مرشحين، المرشح يعني اللي موجود هو الحاضر في بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني هو سيادة السيد نيتشيرفان البارزاني، وأيضا فتح الباب أمام المرشحين الآخرين، وبعد أن يكون هناك يعني تصويت من قبل البرلمان على رئيس الإقليم، بعدها سيكلف رئيس الإقليم الكتلة الأكبر عددا وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، نحن الكتلة الأكبر بترشيح يعني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، وستجري إن شاء الله الأمور بشكل سلس وبشكل إيجابي. شكرا. ونحن ننتظر حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات شعب إقليم كردستان. عضو مجلس النواب بيان صبري، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر أقمار الصناعية من أربيل. الأخبار مستمرة. إلى لينا، وحيث بدأ ملف اختيار مرشح لشغل منصب المحافظ يأخذ حيزا كبيرا على الساحة السياسية في العراق، فمع تعدد الأطراف المتداخلة في حسم هذا الملف يقبع مجلس محافظة نينوى بين مطرقة التهديد بحله وسنديان أو وسندان فرض الإرادات.
مرة أخرى يعود ملف اختيار محافظ جديد لنينوى إلى الواجهة مع استمرار الصراعات السياسية والتناحرات ومحاولات فرض الإرادات والتهديد والوعيد لإرضاخ مجلس المحافظة أو إقالته. موضوع عرض حل المجلس واضح أمام الإعلام وأمام الرأي العام أنه كان هناك دعوة من بعض السادة البرلمانيين إلى حل مجلس محافظة نينوى وتحميله أعباء هي ليست من صميم واجبه، لكن هي كانت وسيلة واضحة للضغط على المجلس للرضوخ إلى المطالب التي عرضت على المجلس من بعض الجهات السياسية لترشيح محافظ معين. ومن المقرر أن يعقد مجلس محافظة نينوى جلسة خاصة لاختيار محافظ جديد بالتزامن مع تراجع مجلس النواب عن قرار حل المجلس في وقت غير فيه العديد من نواب المحافظة مواقفهم في ليلة وضحاها لأسباب مجهولة. هذه ظاهرة مرفوضة، ظاهرة شراء المناصب، والكل يجب أن تكون لهم مواقف جدية وحاسمة تجاه كل من يتبنى أو يروج لهذه الظاهرة الخطيرة، لأنه حقيقة مدينة الموصل الآن لا تتحمل هكذا صفقات ما وراء الستار. حقيقة الوضع خطر وينذر بالخطر. النسيج الاجتماعي الموصلي الآن بدأ يتهدد من هذه الأحداث وهذه التجاوزات على المحافظة من قبل ربما تكون جهات من خارج المدينة. بين هذا وذاك يبقى المواطن الموصلي يترقب ما ستؤول إليه أوضاع الخلافات السياسية حول منصب المحافظ في وقت تعيش فيه المدينة أسوأ أيامها خدميا واقتصاديا واجتماعيا، ويتضور آلاف السكان جوعا وعوزا في ظل البطالة المستشرية والإهمال الحكومي المستمر. قال النائب عدي عواد إن الأرقام المعلنة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص أعداد القوات الأمريكية في العراق غير دقيقة، مؤكدا أن الرقم الحقيقي للجنود الأمريكيين أكثر بكثير من الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. موضوع القوات الأمريكية يعني أغلب المعلومات وأغلب الكتب توصل من رئيس الوزراء بصراحة وكتب غير مكتملة وغير دقيقة، وإحنا نخشى إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. إحنا نخشى أن الحكومة ما تدري إيش قد عدد القوات الأمريكية، وبالتالي ما تدري حتى مكاناتهم وين. هاي طبعا مشكلة كبيرة. اليوم الإجابات اللي تقوم بها الحكومة بصراحة إجابات نصردن غير مكتملة. يعني معلومات اللي عندنا إحنا هناك أعداد كبيرة أكثر من 9000 جندي. والله العدد، لا العدد مو صحيح. هذا الكلام اللي شفته من السؤال الموجه الى السيد رئيس الوزراء، هذا الكلام مو دقيق اصلا، بعيد عن الواقع. اثنين، المفروض الرد يجي من القياده العامه للقوات المشتركه، هي المسؤوله عن عدد القوات الامريكيه الموجوده على الاراضي باعتبار ان هناك عمليات مشتركه. كما اشار النائب عدي عواد الى ان بعض النواب باعوا اصواتهم للولايات المتحده ويدافعون اليوم عن المصالح الأمريكية في العراق، كما أكد عودة شركة بلاك ووتر السيئة الصيت للعمل في العراق. المشكلة الأمريكان بصراحة اشتروا هواي أصوات من بعض السياسيين الفاسدين، وبالتالي صارت لهم مقبولية شكلية. طبعا أبناء الشعب العراقي يرفض أنه يتواجد الأمريكي على أرضه ويدنس أرضه ويدنس مقدساته، لكن مع الأسف بعض السياسيين اللي باع ضميره للأمريكي، بالتالي نلاحظ أن هناك شبه رضا على وجود الأمريكان على العراق. حسب المعلومات أنه متواجدة ولديها أيضا مهام، ومهام سرية ومهام علنية. يحتدم الصراع الأمريكي الإيراني في العراق خاصة بعد أن صعدت واشنطن من ضغوطها على طهران عبر العقوبات المفروضة على تصدير النفط والطاقة، فيما تحاول إيران استثمار نفوذها في البلاد لكسر القيود التي باتت تهدد اقتصادها. مزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. بعد انتهاء مهلة الاستثناءات التي حددتها واشنطن لثماني دول من ضمنها العراق بالتعامل مع إيران، تسعى حكومة طهران لإيجاد منافذ جديدة في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية من خلال إنشاء مصرف مشترك بين العراق وسوريا وإيران.
العراق لن يقبل بأن يكون ساحة للصراع والتناكف بين دولتين كبيرتين كإيران وكأمريكا، لكن بالوقت عينه العراق ملزم بالقبول بما تفرض المجتمع الدولي، لكن أمريكا لا يمثل المجتمع الدولي، يمثل دولة بمفردها. لذلك تنفيذ العقوبات من طرف أحادي أو من طرف جمعي يشكل حالة من الحرج الكبير على العراق. حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تبدو في وضع حرج، لا سيما مع وجود ضغوط تمارس من بعض الأحزاب والكتل السياسية لخرق العقوبات الأمريكية على إيران، رغم تحذير واشنطن بأنها ستتخذ إجراءات بحق العراق في حال عدم التزامه بالعقوبات. من الصعب جدا أن يقف مع العقوبات ضد إيران، لأن إيران تمتلك القوة البرلمانية، وهذه القوة في أي لحظة تستطيع استجواب وإقالة السيد عادل عبد المهدي، ولا يستطيع أن يقف ضد الولايات المتحدة، لأن الاقتصاد العراقي والدولار وكل ما تدخل من عمولات ومن أموال إلى الخزينة العراقية هي عن طريق الولايات المتحدة. السيد عادل عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه. الحكومة العراقية تحاول خلق توازن وعدم الانجرار نحو إيران وخرق العقوبات عليها، وتحاول في الوقت نفسه الحصول على تسهيلات أمريكية واستثناءات بهذا الخصوص. وسط ترقب داخلي وخارجي لموقف العراق الرسمي من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لا تزال حكومة عبد المهدي تلتزم الصمت. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. الأخبار مستمرة. قالت وزارة التخطيط إن أكثر من 6 ملايين عراقي يعملون بوظائف مزدوجة لسد احتياجاتهم الأساسية في ظل غلاء المعيشة وصعوبة الحياة في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان أن الغالبية العظمى ممن يعملون في أكثر من وظيفة هم من موظفي الدولة، وتتوزع أعمالهم بعد الدوام الرسمي ما بين من يعمل سائقا لسيارة أجرة أو مندوبا لشركة خاصة ومن غير الوظائف الأخرى في القطاع الخاص. وعزى مسؤولون بوزارة التخطيط لجوء الملايين من العراقيين إلى العمل بأكثر من وظيفة إلى قلة الدخل وعدم كفاية رواتب الدولة وغياب تشريع القوانين الضامنة لحقوق الموظف. في ديالى وصلت معدلات البطالة إلى أرقام غير مسبوقة، حيث أعلنت الإدارة المحلية أن معدل البطالة بلغ 40%. عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ناهد الدهني قالت إن الوضع سيء للقطاع الخاص وعدم كفاية الدرجات الوظيفية والاستيراد من الخارج أدى إلى تفشي البطالة في المحافظة. واستغرب أهالي ديالى من عدم تشغيل المدينة الصناعية في خان بني سعد والتي تحتوي على أكثر من 70 مصنعا، مطالبين الحكومة بوضع حد لكارثة البطالة. في محافظة ديالى تجاوزت نسبة العاطلين عن العمل أكثر من 50,000 أو 60,000 شخص، وأنا النسبة الحقيقية لدي أكثر من هذا، لكن لا توجد أبواب لهؤلاء. التعيينات مغلقة نهائيا بسبب وجود ترهل في دوائر الدولة، لكن نحن بحاجة إلى أن يكون هناك قطاع خاص واستثمار وقطاع مختلط. ضعف القانون في محافظة ديالى يمنع، وهناك تخوف من الشركات من الدخول في ديالى. موضوع الاستثمار ودائرة الاستثمار لحد الآن لم يحسم اختيار رئيس جديد، وهذه بسبب عدم اختيار رئيس جديد مرتبطة ببغداد، وهناك صعوبة العمل بين المجلس وبين دائرة الاستثمار في بغداد. إضافة إلى ذلك، اليوم ليست هناك مطالبات من الحكومة المركزية، ولا يتم دعوتنا إلى أي مؤتمر استثماري خارج العراق، وحتى يتم استدعاء فقط يعني أحد من السلطة التنفيذية. وهؤلاء اليوم العاطلين عن العمل، يعني هناك كليات وجامعات ومعاهد، وهناك من لم يداوم اليوم هم عاطلين عن العمل. مزاحمة العمالة الأجنبية للعراقية في البلاد موضع جدل مستمر في الوسط السياسي والإعلامي، ولكن بالنظر إلى أعداد العاطلين في العراق، فهل تقليص اليد العاملة الأجنبية وتعويضها بالعراقية يحل أزمة البطالة المتفاقمة؟ التفاصيل في سياق هذا التقرير. عادت قضية مزاحمة العمالة الأجنبية لنظيرتها المحلية إلى الواجهة مجددا، وبينما يشير المصطلح إلى كافة القطاعات المهنية، ينصب تركيز النواب الذين أثاروا القضية على قطاع النفط تحديدا. مدى استهتار
والتقصير لشركة نفط البصرة في إهمال مطالب أهل البصرة في إيجاد فرص عمل في شركات النفطية، حيث لاحظنا امتناع شركة البيبي من الالتزام بالقانون الضمان الاجتماعي في البصرة وكأنها فوق القانون، وبتواطئ طبعا من وزارة النفط ومن شركة نفط البصرة. الشركات والمؤسسات الأجنبية في البلاد ما تزال تخالف شروط عقود التراخيص وقوانين العمل والاستثمار العراقية عبر عدم الالتزام بالنسبة والتناسب في أعداد الموظفين العراقيين والأجانب، وينعكس ذلك سلبا على معدل البطالة الذي تسعى الحكومة لتخفيضه من خلال دخول الشركات الأجنبية في الأساس. أحد أسباب البطالة هي مزاحمة العامل الأجنبي للعامل العراقي بالعمل في القطاع الخاص والقطاعات الاستثمارية الأخرى، وضرورة إلزام الشركات المستثمرة في العراق. بحسب إحصاءات ليست رسمية، فإن عدد العاملين العراقيين في شركات النفط والطاقة الأجنبية يتراوح بالمتوسط بين 100 إلى 200 عامل، فهل استبدال ما يقابلهم من عمالة أجنبية كفيلة بالقضاء على البطالة أمام جحافل العاطلين؟ البطالة والفقر في العراق واقع مشوه وغياب للحلول الحقيقية. بالأرقام نستعرض مشاهدينا معكم نسب البطالة والفقر في تقارير المؤسسات الحكومية وغير الحكومية. وزارة التخطيط سجلت في آخر تقاريرها صعوداً في مؤشر البطالة متجاوزاً 33.4% بين الشباب، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ أكثر من 40%. أصحاب الشهادات الجامعية والتعليم الإعدادي لهم نصيب في نسبة البطالة المرتفعة، حيث بلغت هذه النسبة التي تكون مدعاة للخوف في أي بلد بلغت 37.2%. بحسب منظمة فوراس الأمريكية، فإن معدل أعمار نصف سكان العراق يتراوح ما بين 25، فأصغر يدخل 400,000 شخص بالغ فئة القوى العاملة سنوياً، والبطالة تصل إلى 16% بشكل حتمي و 30% بشكل محتمل. النسبة المخيفة لمعدل البطالة هذا أنتج مجتمعاً فقيراً، فبحسب آخر تقارير وزارة التخطيط العراقية ارتفع معدل الفقر إلى 30% بزيادة بلغت 8% عن المعدل المعلن عام 2014. ماذا تعني هذه الأرقام؟ تعني أن من بين 38 مليون مواطن عراقي يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، أي أن 30% من سكان العراق يعيشون بتكلفة $2.20 أو أقل لليوم الواحد. المحافظات العراقية تتقاسم البطالة وسوء الخدمات، تتقاسم أيضا الفقر، ففي بغداد وأقليم كردستان وكركوك بالفترة الممتدة بين عامي 2014 و17 بلغ معدل الفقر 22.5%، فهذا المعدل يرتفع في مدن الجنوب والمدن المنكوبة في غرب وشمال العراق، إذ سجل الفقر ارتفاعا بنسبة 41%. إذن الفساد، سلطة المحاصصة الطائفية، تسلط الأحزاب المسلحة، غياب خطط التنمية ساهم في خلق هذا الواقع المشوه لبلد يعد واحدا من أغنى بلدان العالم. الأخبار مستمرة. مشاهدينا، هذه النشرة مستمرة ونتابع فيها لكن بعد قليل. ازدهار الحركة التجارية في الرمادي مع حلول الشهر الفضيل. في الأنبار، عقدت شرطة المحافظة اجتماعاً ضم كافة تصنيفات وزارة الداخلية لإطلاق خطة أمنية خاصة بشهر رمضان الكريم. قائد شرطة الأنبار اللواء هادر زيج قال في مؤتمر صحفي إن الخطة تهدف إلى تأمين المواطنين خلال تحركاتهم،
مضيفا أنه تقرر تقليص ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثانية ليلا. وقال الرزيج إن الخطة ستنفذ بالتعاون والتنسيق مع قيادة عمليات الأنبار وكذلك مع قيادة عمليات الجزيرة. هذا وكشف قائد شرطة الأنبار أن الخطة الأمنية تتضمن أيضا محاسبة وملاحقة المجاهرين بالإفطار في عموم مدن المحافظة. من ضمن هذه الخطة اللي عدت بمحاسبة ومتابعة الذين يقومون بالإفطار العلني جهرا أمام الناس، لأن هذا يتنافى مع العادات الإسلامية وتعليمنا في الدين الإسلامي، ويتنافى أيضا مع القوانين بمنع الإفطار العلني. وكذلك هناك أيضا تنسيق مع السيد محافظ الأنبار ومحافظة الأنبار حول تزويدنا بهذا اليوم بالمطاعم المسموح بها بفتحها خلال أيام شهر رمضان المبارك وفق الشروط والتعليمات الخاصة بالأقضية وديوان محافظة الأنبار. تشهد الأسواق في مدينة الرمادي تحسنا في الحركة التجارية تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، فيما أكد مواطنون أن الحياة عادت بشكل طبيعي إلى المدينة. الرمادي وبعد أن عانت الدمار بسبب العمليات العسكرية لطرد داعش من المدينة باتت تشهد حركة إعمار واسعة أنعشت الحياة الاقتصادية في المدينة، لا سيما في شهر رمضان المبارك، حيث يقبل المواطنون على التبضع من أسواق المدينة التي تأثرت إيجابا بالحركة العمرانية التي تشهدها الرمادي. الأنبار جيدة جدا، الأمن مستدف، غير ذاك رمضان، هذا رمضان إن شاء الله خير ومحبة. نطلب من الحكومة من المسؤولين تدير بالها على الشعب، هذا رمضان غير، بدأت الأمور تتطور، الجسور انبنت، الشوارع تبليط، المدن قاعد تشتغل صحيح، الحكومة المحلية والمركزية تشتغل صحيح، بس نطلب من عندهم أكثر وأكثر 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 نحو التطور نحو البناء. الرمادي ما شاء الله تزول بالخير والأمان، وأجواء رمضان يعني جميلة جدا، وأرى السوق ما شاء الله مبتش بكل شيء يعني، وضع أمن جيد جدا، كذلك سيطرات بملقاها إنه والطرق ما شاء الله يعني كل شيء جيد جدا يعني. الناس حمرت بيوتها والناس رجعت، شوف يعني حتى البشر كثير بالشارع، المسواق قبال الناس على الأسواق أكثر من العام. إيه مشاهدينا، ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من الأنبار مراسلنا باسم الأنباري. باسم أهلا بك، كل عام وأنت بخير. إذا هناك خطة أمنية خاصة بشهر رمضان في الأنبار، حدثنا عن تفاصيل هذه الخطة. نعم آلاء، مرحبا بك، كل عام وأنتم بخير، رمضان مبارك إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير والبركة. حقيقة رمضان المبارك هذا العام في مدينة الرمادي وفي عموم محافظة الأنبار حقيقة يختلف عن باقي الأعوام السابقة، لما تميزت هذه المحافظة بأجواء أمنية مستقرة بسبب الواقع والاستقرار السياسي اللي تعيشه المحافظة، وهذا الاستقرار انعكس بصورة إيجابية على الواقع الاجتماعي وعلى الواقع الاقتصادي وعلى الواقع الأمني في محافظة الأنبار. أجواء رمضان المبارك في مدينة الرمادي هذا العام حقيقة هناك أجواء أمنية مستقرة، لم تتعرض مدينة الرمادي إلى تهديدات كما حدث في السابق، حيث كانت التنظيمات الإرهابية تستعد قبل دخول شهر رمضان، تستعد بعملياتها الإرهابية وتعرض حياة المواطنين إلى الخطر، دائما ما تقوم بتهديد المناطق المكتظة بالسكان، تقوم بتهديدها بإجراء أو بإحداث عمليات إرهابية. هذا العام هناك سيطرة أمنية كاملة على الأوضاع الأمنية في عموم مناطق المحافظة، القوات الأمنية هي الآن صاحبة المبادرة، هي من تباغت العناصر الإرهابية في عقري أوكارها في الصحراء، وكل هذه العوامل حقيقة هي عوامل إيجابية انعكست بصورة إيجابية على الواقع العام في محافظة الأنبار. نعم، مراسل قناة الفلوجة باسم الأنباري كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الأنبار، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة.
أعلنت عمليات الجزيرة مقتل 8 إرهابيين وتدمير 5 مضافات في الصحراء غربي الأنبار، فيما قالت أن العملية ما تزال متواصلة. وقال قائد عمليات الجزيرة أن العملية تهدف للبحث عن العناصر الإرهابية في الصحراء وتدميرها وعدم إعطاء العدو أي فرصة للاختباء في أي مكان بالصحراء، مؤكدة مشاركة طيران التحالف الدولي بالعملية. في صلاح الدين أطلقت القوات الأمنية عملية عسكرية لتطهير جزيرة تقع غربي مدينة تكريت من فلول إرهابي داعش. وقالت خلية الإعلام الأمني أن قطاعات قيادة عمليات صلاح الدين والقطاعات الملحقة بها والحشد شرعت بعملية تفتيش وتطهير للجزيرة غربي تكريت لفرض الأمن والاستقرار فيها، مبينة أن العملية انطلقت من 3 محاور وأنها ستعلن نتائجها قريبا. وتزامنا مع العمليات العسكرية التي تشن ضد داعش في أماكن متفرقة من البلاد، تجري قوات الجيش تدريبات مكثفة في جنوب شرقي العاصمة بغداد. ونفذت قيادة فرقة المشاة السادسة تمرين صدى العراق، وشارك في التدريبات نحو 200 مقاتل من الضباط والمراتب، فيما بلغ عدد المدافع المستخدمة 16 مدفعا. وتشدد قيادة الجيش على تكثيف تدريبات المدفعية بعدما أثبتت هذه الأسلحة فعاليتها بدحر تنظيم داعش، على الرغم من الانتقادات التي طالتها بسبب ما أحدثته من أضرار في المباني السكنية. نختم نشرتنا من عالم الرياضة، حيث يستضيف فريق الزوراء غدا الثلاثاء نظيره ذوب أهان الإيراني ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا، حيث تسعى النوارس للتحليق مجددا في أجواء المنافسة بعد خفاقها في الجولة الماضية. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير. مهمة ليست بمستحيلة، لكنها على أرض الملعب صعبة نسبيا لما يمر به فريق الزوراء في الفترة الحالية من ظروف ربما تؤثر على مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا. ممثل الوطن يستضيف غدا الثلاثاء فريق ذوب أهان الإيراني على ملعب كربلاء الدولي ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال، لكن الظروف غير المثالية للزوراء عادته إلى المربع الأول، منها خسارة الفريق العديد من النقاط في الدوري الممتاز والخسارة ذهابا وإيابا أمام النصر السعودي في آخر مباراتين بالبطولة، وضعت المدرب حكيم شاكر في موقف حرج أمام جماهير النوارس، حيث حمل شاكر بعض اللاعبين مسؤولية ما يمر به الفريق من تراجع واضح على مستوى النتائج، موضحا أنهم يدعون الإصابة لعدم خوض المباريات. المختصون بالشأن الرياضي أكدوا أن تصريحات شاكر لم تكن موفقة في الفترة الحالية، خاصة أن عليه لملمت أوراقه والعمل على الفوز في مباراة ذوب أهان الإيراني للعودة لأجواء المنافسة على البطاقة الثانية ربما في المجموعة الأولى. جماهير النوارس تعول كثيرا على هذه المباراة للعودة إلى أجواء المنافسة من جديد بعد الإخفاق الذي لازم الفريق في آخر مباراتين أمام النصر السعودي بالبطولة، حيث طالب لاعبو الزوراء من الجماهير مساندتهم في هذه المباراة المهمة، أو كما اعتبرها البعض مباراة العودة للفريق بعد أول مشاركة للفرق العراقية بالنسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا. وكان فريق ذوب أهان الإيراني قد وصل في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد لمدينة كربلاء تحضيرا لمواجهة مضيفي الزوراء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حيث يتصدر ذوب أهان ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات مقابل 6 نقاط للنصر السعودي في المركز الثاني، و4 نقاط لفريق الزوراء في المركز الثالث، و3 نقاط للوصل الإماراتي صاحب المركز الرابع. وستقام الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى يوم 21 من الشهر الجاري، حيث يلتقي الوصل الإماراتي مع الزوراء في مدينة دبي، ويواجه ذوب أهان الإيراني فريق النصر السعودي في ملعب كربلاء الدولي. انتهت هذه النشرة مشاهدينا، تذكير بالعناوين. قسم لا يعود لأن بيته لا زال مخربا، ليس لديه بيت. رئيس الوزراء يدعو العالم لدعم إعمار العراق ويؤكد مدننا مدمرة ومئات الآلاف نازحون. ألف
الفتح يحذروا من نشاط بلاك ووتر في العراق ويتهموا نواباً بالدفاع عن المصالح الأمريكية. أكثر من 6 ملايين عراقي يعملون بوظائف مزدوجة، والعمالة الأجنبية تفاقم البطالة. القوات المشتركة تطلق عملية عسكرية في الأنبار وصلاح الدين ونينوى لمطاردة فلول داعش. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.